ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالشباب المشاهدين. حرص السيد الرئيس على حضور مثل هذا المحفل رغم التحديات والرسائل التي خرجت من سيادته، سواء فيما يخص القضية الفلسطينية أو فيما يخص أهمية العمل والصناعة المصرية وانتعاشها في الداخل المصري، كيف رأيت هذه الرسائل؟ تفضل. طبعا رسالة مهمة جدا أن الرئيس يبقى متواجد النهاردة في الملتقى الصناعي الثاني، ده لعدة أسباب. الرسالة الأولى أن مصر رغم الضغوط العالمية اللي بيتعرض بها العالم وبتتعرض بها المنطقة والدور المصري الكبير اللي بتقوم بيه في الوقت الحالي لحل هذه الأزمة الفلسطينية والغزو الهجوم الوحشي الإسرائيلي، ولكن على الجانب الآخر أن مصر أيضا بتعمل ومستمرة في البناء ومستمرة في العمل، لم تتوقف ولن تتوقف في هذا في القطاع الصناعي أو في أي قطاع كان. ودي كانت رسالة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري وللدولة المصرية وللعالم أيضا. مصر رغم الضغوط فهي أيضا تعمل وتبني، هو ده اللي قاله الرئيس في كلمته، ان لازم ان احنا نشتغل، لازم الشعب يشتغل من اجل التنميه داخل الدوله مع توفير كافه الامكانيات اللي بتقدمها الدوله في الوقت الحالي للصناعات وللمصانع ومن اجل ادخال التكنولوجيا الجديده وتوطين الصناعه داخل الدوله، توطين التكنولوجيا والعمل على الصناعات داخل الدولة المصرية وتنميتها. هو ده كان الجزء المهم والرسالة المهمة اللي كان الرئيس بيوصلها. الرسالة الثانية طبعا هي رسالة الوضع الحالي والأزمة في قطاع غزة والدور المصري اللي بتقوم بيه. أنا شايف إن هو أهم دور بتقوم بيه على مستوى العالم كله، دول العالم كلها مصر بتقوم بالدور الأهم في الوقت الحالي. طبعا الرئيس أكد على نقطة مهمة جدا ودي كانت رسالة طمأنة للشعب المصري ككل، إن مصر دولة قوية قادرة لا يمكن أن تمثل، وبالطبع دي كلمة مهمة جدا من الرئيس لتقديم الشعب المصري وتقديم الشباب المصري بالتأكيد اللي كان اللي بيتحدث في هذا الإطار طبعا وعنده الحمية وعنده الحماسة والخوف على البلد. فالرئيس طمئن الشعب المصري وطمئن الشباب بهذه الرسالة. الرسالة الثانية المهمة اللي قالها الرئيس النهاردة أنه يجب احتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن. أسرع وقت ممكن ليه؟ لأن احنا شايفين عمليات الاستهداف اليومية للمواطنين في قطاع غزة والمدنيين بيسقطوا والأطفال بيسقطوا، كل ده بيهدد الاستقرار في المنطقة ككل. طبعا الرئيس أشار لنقطة مهمة اللي هي سقوط طائرة بدون طيار في منطقة طابة، وقال إن مش مهم إن هي جاية منين، ولكن المهم إن احنا الرئيس حذر قبل كده أكتر من مرة إن في حالة اتساع الصراع هتؤثر بشكل كبير على المنطقة ككل بشكل عام، وهتؤثر على الاستقرار وهتشعل المنطقة بشكل كبير، وهو ده اللي الرئيس أكد عليه النهاردة. وأكد أيضا على العمل على إدخال المساعدات بشكل سريع لأهالينا في قطاع غزة، والعمل أيضا على إطلاق سراح المحتجزين، وقال إن في مجهود بيبذل ولكن مش شرط إن كل حاجة يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي، ولكن في دور مصر كبير بتقوم به في هذا الإطار من أجل طبعا التهدئة ومن أجل التوصل إلى حل فوري وسريع يوقف حالة الاقتتال وحالة القتل العشوائي اللي بتنفذها الجيش الإسرائيلي. على الجانب الآخر الرئيس يتحدث عن المعونات، بيقول طبعا بالتأكيد احنا مسؤولين عن ادخال مساعدات 2 مليون و3 من 10 مواطن في قطاع غزة، لا تكفي من 20 عربية او كل يوم انها تخش القطاع، ولكن بتسعى الدولة المصرية انها تزيد من هذا الدعم للمواطنين في قطاع غزة. طبعا ده دور كبير جدا بتقوم به الدولة المصرية في الوقت الحالي، دور عظيم مقدر من العالم ككل، ان هي بتستطيع انها تساهم في ادخال المساعدات الى قطاع غزه من خلال معبر رفح. والرئيس النهارده شكر طبعا الدول اللي ساهمت في ارسال المساعدات لرفع المعاناه عن اشقائنا في قطاع غزه. نعم. أستاذ جميل، رغم كل هذه الظروف والتحديات الإقليمية المختلفة،
العجلة لا تتوقف في الداخل المصري، سواء في عمليات البناء، في التعمير، في الحرص على النهوض رغم كل التحديات الاقتصادية أيضا التي يعني فرضت على الدولة المصرية، سواء من عوامل خاصة بالعالم الخارجي وظروف فرضت نفسها على العالم أجمع، ومصر بدورها تتأثر بنفس التحديات. لكن العنصر الهام الذي تحدث به السيد الرئيس هي عمليات التدريب والتأهيل، العمل والإرادة من الموظف أو العامل في تطوير مهاراته المختلفة وفق احتياجات سوق العمل. هو طبعا دي نقطة مهمة جدا بيأكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو التأهيل وتدريب العامل المصري بما يتناسب مع طبيعة العمل وطبيعة احتياج السوق المصري، وهو ده اللي احنا شايفينه خلال الفترة الأخيرة من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدارس التكنولوجية اللي النهاردة أعلن عنها رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وايضا دعم الرئيس لعبد الفتاح السيسي للمدارس الفنيه والتعليم الفني في داخل الدوله المصريه من اجل طبعا الارتقاء بمستوى العماله في المصانع المصريه بشكل كبير ومنافسه طبعا في المنتج المستورد. في نقطه مهمه جدا الرئيس دايما بيتكلم عليها واتكلمنا عليها، اللي هو نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعه داخل الدوله المصريه. ده من اهم النقاط ومن اهم الامور اللي بيسعى اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره الماضيه، هو نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدوله المصريه. في هذا الوقت نقدر ان احنا ننافس السوق العالميه بشكل كبير ويبقى المنتج بتاعنا قادر على المنافسه العالميه، وان احنا ايضا نحقق الاكتفاء الذاتي داخل الدوله المصريه. هو ده اللي احنا بنسعى اليه، واستمرار استمرار العمل حتى في داخل الوظيفه نفسها، يعني لا يتوقف احد عند توظيفه في مكان ما او شركه ما دون تطوير مهاراته لما هو متسارع في سوق العمل او من تكنولوجيا. وبالطبع اهم شيء طبعا التطوير والتحديث من الخبرات ومن المهارات لاي شخص في اي وظيفه في كانت، يعني ما توقفش عند نقطه محدده، بالعكس ان هو لازم يطور من نفسه ويطور من ادائه لمواكبه التكنولوجيا الحديثه، لان التكنولوجيا بتتطور بشكل سريع جدا ويحتاج كل شخص ان هو يقدر ان هو يواجه هذا التطوير والتحديث داخل على المستوى العالمي وعلى مستوى التكنولوجيا العالميه بشكل كبير. وده طبعا بيعود بالنفع على الدوله المصريه بشكل كبير جدا خلال المرحله الحاليه والمرحله ايضا المستقبليه. نعم، استاذ جميل، الاراضي المستراده واعاده توزيعها مره اخرى او تخصيصها لما يحتاج لاقامه المشروعات الصغيره او المتوسطه او تنشيط الصناعه بشكل عام وتوطين ما نحتاجه في الداخل منها، كيف ترى هذا الامر الذي تحدث به ايضا السيد الرئيس؟ هو طبعا دي نقطه مهمه جدا، اللي هو توزيع هذه الاراضي على الصناعات المختلفه او على المصانع الحديثه من اجل توطين الصناعه داخل الدوله ومن اجل انشاء مصانع جديده تستطيع ان هي زي ما بقول لحضرتك انها تواكب التطورات وتواكب الاحداث العالميه بشكل كبير او الصناعات العالميه بشكل كبير في الوقت الحالي. نعم. استاذ جميل. ايوه. فكرة البروتوكولات والشراكات مع الجهات الأجنبية فيما يخص الصناعة وتوطين الصناعة في الداخل المصري هي أيضا رافد هام جدا لتطوير الصناعة المصرية ونقلها إلى الداخل. هو طبعا الشراكة مع المصانع العالمية أو الصناعات العالمية ده شيء زي ما بقول لحضرتك من الأشياء المهمة جدا في الوقت الحالي، وده اللي احنا شفناه خلال العمل على نقل التكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري. ودي من الاشياء زي ما بقول لحضرتك دي من اشياء مهمه جدا، نقل التكنولوجيا وتطويرها هيوفر عمله صعبه، هيتم توفير ايضا فرص عمل وايادي عامله كتير جدا داخل الدوله المصريه، اعماله مباشره واعماله غير مباشره. نعم. ايضا هينافس المنتج المصري المنتج العالمي في الاسواق العالميه، وطبعا مع صوت في الداخل الى حاله الاكتفاء الذاتي في المنتجات باسعار اقل من المستورده. طبعا ده
نقطة مهمة جدا لزيادة الاستثمارات داخل الدولة، زيادة أيضا فرص العمل زي ما بقول لحضرتك، وهيعود بالنفع بالطبع بالتأكيد على الدولة المصرية وعلى الاقتصاد المصري أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.